فهم أبغى أجاوب على هذا السؤال، أجاوب أدوية أكيد تخصصي. بالنسبة للأرضيات، الباركيه في الغرف أو بورسلان. غرف النوم أنا دائما أفضل الممرات حقتها تكون بورسلان. من يوم ما تدخلين على الغرفة ومنطقة السرير حلو يكون باركيه، لأن الباركيه يعطي حميمية معاك في الصيف، وفي الشتاء يعطيك دفء. المهم فأقول لكم الباركيه يعطيك في الصيف، يمتص برودة المكيف فيبرد الغرفة بسرعة، تصير تستمر باردة، وفي الشتاء تعطيك حميمية ودفء. بعدين تنظيفه سهل ومريح. طبعا أكيد الباركيه فيه طبيعي وفيه صناعي. الطبيعي تحتاج له تنتبهون له مرة زين، لأنه طبيعي فيه مسامات وخشب وكذا، في بعضه يجي عليه طبقة زي الإيبوكسي أو رزن أو كذا، أنا ما أحبه لأنه يعطي شايني لهذا، وفي بعضه لا يجي مطفي لكن مساماته مفتوحة. لكن كجمال وفخامة أكيد الطبيعي السوليد وود، لكن الصناعي كمان حلو وقريب مرة لل شو اسمه للطبيعي. حتى ترى الفينيل، فينيل في يعني شركة جير فلور كم مرة أعلنت لها وحاطة منها في بيتنا، رائعة كأنها باركيه. ففي كل الحالات الاثنين مرة حلوين. والبورسلان في البداية عشان نظافة ممر، تعرفون دخلة طلعة. طيب بنات، جاني